سيد علي، يعني لماذا تلتزم الحكومة الصمت إزاء تهديدات الفصائل والاتهامات التي تواجه لها؟ هل يعني ذلك أن الحكومة لن تواجه الفصائل وأيضا ربما ستكتفي ببيانات الشجب والاستنكار؟ وقد تكون لأسباب أخرى، لأن ما تمتلكه الفصائل من قوة سلاح، من أعداد، نعم. من ربما رباط الجيش هي أكثر ما تمتلكه حتى الحكومة. نعم. وبالتالي حكومة لم تستطع أن تكسب رأي جمهورها أو قوة تستمد قوتها من قوة مواطنيها، نعم. أكيد ستكون خائفة، مرتعبة، تتمنى أن لا تكون، لكن لا، الأمور لا تقاس بالتمني. اليوم بحاجة إلى حكومة قوية، بحاجة إلى أن يكون للأمن موقفه وأن يبسط قوته على الشارع. وإن كان اليوم احنا نلاحظ عسكرة الشارع العراقي اليوم في كل مدن بغداد، في كل المدن وفي بغداد تحديدا هناك تواجد للقوات العراقية وبكثافة، مما يربك المشهد مشاهد الازدحام أكثر، نعم. فأكثر. ولكن مع ذلك هي قد لا تستطيع أن تصطدم بهذه الفصائل، وإن كانت هي ليست كل الفصائل أعلنت استعدادها للدخول بحرب شاملة مع الكيان الصهيوني إذا ما أقيمت حرب جنوب لبنان. ولكن مع ذلك كما قلت يجب أن تكون للدولة سطوتها وسلطتها، ويجب أن لا تجعل من هذه التوترات نعم. أن تنعكس على الواقع العراقي المضطرب أصلاً.